بلشنا حي الله على اخيتي غاده، شو اخبارك؟ عساك طيبه زينه. رحب في جايبه ورحب بضيوفك الضيف الفنان ابو ثينه. يا ما شاء الله، من ورين من ورين، عسى الله يحفظكم يا رب. وين ام فلان؟ مو موجوده. زين يلا خوش يا استاذ ابو ثينه، سمعنا انك فاتحه يعني مسويت لك علامه تجاريه خاصه فيك. ها هذا بوتيكات ما بوتيكات يقولون. ابي الحين انا العلامه التجاريه اللي فاتحتها، عسى الله يوفقك ان شاء الله ويزيدك من خيره. بس هل انت يعني نقدر نقول مو معتمده على الفن بشكل رئيسي اللي اتجهتي حق العلامات التجاريه والبيع والشراء والامور هذه؟ يعني انا الوكاد اللي بقوله، هل برايك الحين الايام الفن ما يوكل خبز ولا شنو؟ ما يوكل خبز؟ معقول؟ هو صار اربع اسئله بسؤال واحد. لا بالعكس، المجال الفني يوكل خبز. زين، بس حلو الواحد يطور من نفسه، اذا لقى نفسه ايضا في مجال ثاني ليش لا؟ ارتال البراند اللي انا سويته، انا اشتغلت عليه قريب الاربع سنين لاني احب الشعر، احب يعني احس شعر المراه فعلا تاج على راسها. فاحس الاهتمام فيه بالمنتجات واختيار المنتجات الصحيحه، احس ان المراه لما تحافظ على شعرها ويكون في اوج صحتها يعكس على وجهها، يعطيها جمال اكثر، يعطيها جمال اكثر. فارتال من البراندات اللي انا كنت احلم فيها انه يكون في علامه تجاريه باسمي خاص بالشعر، يكون مدموج بلمسه من ارضي. ضفت عليه اللبان. لأن في وائد العماني، اللبان العماني الحجري الأصلي وطبعا صنعته في بلد عظيم في الصناعات هذه، ألمانيا. فدمجت الأشياء الأساسية اللي أنا أحبها واشتغلت عليها أربع سنين وقدمتها للناس، وفعلا تفاعلهم كان جدا جميل على الإطلاق، والتأجيل كان خيرة بالنسبة لي. أشوف أن الفن موجود، أحبه وأحب أستمتع فيه، وأيضا هذا المجال أحبه وأحب أستمتع فيه. ومو غلط أن إحنا إذا شفنا عندنا الإمكانيات في كذا مجال أن نشتغل في عدة مجالات. يعني. جميل.